تمتلئ مخيمات النازحين السوريين بحفر الصرف الصحي الملاصقة للخيم، ومن المنطقي أن يؤدي طوفان الحفر إلى انتشار الكوليرا. استناداً إلى الأهالي، تسجل غالبية الإصابات لدى الأطفال الذين يلعبون قرب المياه الآسنة. هيدي الجورة بتسرب من تحت منها بتفوت على بيتي قدام الباب، ما جرسم أولادي منها هالجورة، صار معهم حبب بجسمهم وقت اللي عم تطوف، يعني الريحة ما أكل ما عم نحسن ناكل ولا عم نحسن نقعد منها. هاي الجورة بين الخيام، بس طفت وما انشفطت عم تطوف تنبع بقلب الخيام، هاي الخيمة وهاي الخيمة، هاي الخيمة طلع فيها الحالي الكوليرا، وهاي الخيمة فيها هلا عوارض بالأولاد. قد تكون المعابر المفتوحة أسهمت في نقل عدوى الكوليرا إلى لبنان من سوريا حيث الحالات بالآلاف، ولكن من غير المستبعد أن يكون منشأ الفيروس في داخل المخيمات نتيجة تقليص المساعدات المائية للنازحين لتعديل الأولويات بعد حرب أوكرانيا. كان اللاجئ السوري ياخذ 27 لتر ماء يوميا مع 19 لتر شفط. اليونيسف بقرارها الجائر قالت انه بيطلع له للاجئ السوري 7 لتر يوميا ولترين شفط، علما انه نحن ارضنا بعرسال بهالبلده عرسال غير نافوذي، ارض صخريه. الاحتمالات قويه لتمدد الكوليرا الى خارج المخيمات، فالكهرباء المقطوعه في كل لبنان تحول دون التشغيل اللازم لمحطات الضخ والتكرير. لازم ما يوقفوا لهم الشفط لانه هي مياه قاسمه هاي عم تفوت على قلب الخيام. كمان نحن عم نتخوف انه يصير بقلب بيوت، لانه مثل ما بتعرفي انه ارسال كبيره، عدد سكانها كبير وعدد النازحين كمان كبير. اذا ما انضبطنا بدنا لضبط الحدود وهيك شغلات انه كرمال ما يفوت وطلعه بده يصير كوارث. يتندر النازحون بالقول ان الكوليرا انقذتهم من شح المياه، فقد اعادت اليونيسف النظر بتقليص المساعدات ولكن فقط حتى نهايه اكتوبر، فلعلها تعتمد على مطر الشتاء في وقت أن الوباء بات واقعاً ثقيلاً. الكوليرا عاد إلى لبنان بعد غياب 30 سنة بالتزامن مع انهيار البلد وبناه التحتية وتراجع التقديمات الخارجية للنازحين، وهو ما يجعل جهود احتواء الوباء غير مضمونة النتائج. كلوديا أبي حنا، قناة الغد، من عرسال، شرق لبنان.